بكم ومرحبا بكم معي من جديد بالقناة. دائما معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا مع بعض كوكيز بثلاث مكونات فقط، بدون دقيق بدون زبدة، كيجي من ألذ واروع ما يكون. فكنتمنى لك انت اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذا المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد الكوكيز فهما ثلاث مكونات فقط لا غير. عندي هنا 100 غرام ديال السكر الخشن أي سنيدة، 250 غرام ديال زبدة الفول السوداني اللي هو هذا، غادي نحتاج منه 250 غرام. بالنسبة لزبدة الفول السوداني إما كتاخدوه كيف ما كتشوفوا عندي أنا هنا جاهز لأنه تقادت عندي من الدار، أو لا كتحضروها في المنزل فطريقة جد سهلة وبسيطة جدا. فكتاخدوا الكاوكاو أو الفول السوداني وكتحمروه في الفران على عافية مهيلة حتى كيتحمر، وكنقشروه نزولوا له القشرة ديالو وكنطحنوه وهو سخون في الآن دو تخوا، يعني في طحانة كهربائية اللي تكون جيدة جدا حتى كنحصلوا على زبدة الفول السوداني، فما كنضيفوا له حتى شي إضافة. هكذا كنحصلوا على زبدة الفول السوداني بتحضير منزلي. كذلك غادي نحتاجوا بيضة واحدة، كيف كتشوفوا مكونات جد جد بساط ومتوفرين في كل منزل. أول حاجة غادي نديروها وهي غادي نعبر 250 غرام ديال هاد زبدة الفول السوداني، لأن هاد القرعة فيها 500 غرام أي نصف كيلو. أنا غادي نحتاج فقط لربع كيلو. أي 250 غرام. صدقوني هاد الكوكيز إلا جربتهم غتموتوا عليهم، غتحمقوا عليهم، غتوليو دائما تحضروهم. وكيف كتشوفوا راه المكونات جد جد سهلة وبسيطة. فوالا، الآن غادي نضيفو السكر لانه زبده الفول السوداني ما فيهاش السكر، فدائما خصنا ضروري اننا نحليوها بالسكر. وكيبقى لكم يعني الحلاوه على حسب الذوق ديالكم، فمن 100 غرام حتى ل 150 غرام ديال السكر حبيتو. انا كندير يعني دائما بحاجه ما تكونش حلوه بزاف باش هكذا كنقدروا ناكلوها على خاطرنا. فغادي نخلط زبده الفول السوداني مع سنيدة حتى كيتلبس مزيان، عاد غادي نضيف البيض. ونعاود نخلط مرة أخرى حتى كينسجم لنا البيض مع هذه المكونات الأولى. فكيف كتشوفوا كنبقاو كنخلطوا حتى كنحصلوا على عجين بهذا الشكل بقوام متماسك، هانتوما كيف كتشوفوا، بحيث الا بغينا نكوروها كتكور معنا بشكل عادي. دابا غادي نبدا كنشكل في الكويرات، فكناخذ كميه من هذاك المكونات اللي حضرنا مع بعض وكنعبرهم دائما. انا الحاجه او الكوكيز او الحلوه ديالي دائما كنعبرها باش هكذا كيجوني قياس واحد. فكل وحدة غادي ندير فيها 22 غرام وغادي نوضعها على هذا الشكل وناخذ كمية أخرى. على هذا الشكل كنكورها بين يدي ونوضعها في الصينية اللي غادي ندخلها الفران. وفي هذه الاثناء انا شعلت الفران تيسخن على درجه حراره متوسطه 180 درجه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل لي كوكيز ديالي كامل. عاد غادي ندوزو باش نزينوهم.
كذلك ممكن نخليهم كيف ما هما هكذا، يعني ما نديرو لهم حتى شي حاجه حتى هما كيجيو زوينين. وما شاء الله كتعطي كميه كثيره كثيره بزاف هاد العبار اللي عطيتكم. فمن بعد ما انتهيت من التشكيل ديال هاد الكويرات ديال الكوكيز، غادي ناخد فورشيت اولا شوكه وغادي نبدا كنزين بهذا الشكل هكذا، يعني كنوضع هاد الزخرفة اللي كاينه في الشوكة على هاد الشكل كيف كتشوفوا، وفي نفس الوقت راني كنبسط الكوكيز ديالنا. فوالا هانتوما كيف كتشوفوا. كذلك ممكن نستعمل الكاكاو، بودرة الكاكاو. غادي نجيب فورشيت تكون كبر من هادي شوية باش كتسهل علينا الخدمة. كنغطسها في الكاكاو كيف كتشوفوا، وغادي نبدا كنشكل بها نفس الشيء بحال هكذا. كنضغط من هنا ونرفع، ثم كنضغط من الجهة الأخرى ونرفع. فوالا نعاود واحدة أخرى. كيف قلت لكم هذه فقط الا بغيتو تزيدوها ممكن تستغناو على هذه الطريقه هذه وتخليوها كيف ما هما هكذا. وحدين غادي نديرهم فقط عاديين. فوالا يعني كيف كتشوفوا راه طريقه سهله جدا جدا، وهكذا كنحصلوا على شي كوكيز اللي كيكون محضر في المنزل وكذلك بطريقه سهله وجميله في نفس الوقت. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي وندخلهم الفران. كيف قلت لكم مده على درجه حراره 180، مده الطهي 15 دقيقه، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم الشكل النهائي ديالهم. يعني كيف كتشوفوا هما لي كوكيز من بعد ما خرجنا من الفران، غادي نخليهم حتى كيبردوا واحد المده ديال 10 دقائق في وسط الطاوه، عاد غادي نزولهم منها. اذا كنت كتشوفوا فعلا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز اللي حضرنا اليوم مع بعض، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو من ألذ واروع ما يكون، هشاش لاقصى درجه. فما تخيلوش البنه ديالهم كيفاش دايره. انتم كيف كتشوفوا كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا كيستحقوا التجربه. فلا يعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين اهل الاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن انتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.